واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري بسيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات قرب المركز الثقافي في بلدة الصبورة بريف حمار. التفاصيل مع مراسلنا من حماة رئيف أحمد في التقرير التالي. هذا هو المركز الثقافي في ناحية الصبورة بريف السلامية بمحافظة حماة بعد أن استهدفته العصابات الإجرامية التابعة لجبهة النصرة، والتي أعلنت صراحة عداءها لكل ما يمت للعلم بصلة. وكما تشاهدون هنا آثار الدماء للموظفين والعاملين في المركز الثقافي. هذه عجلات عربة أطفال كانت مع إحدى السيدات هنا في المركز الثقافي. هذا جزء من محرك السيارة التي انفجرت هنا. أيضا هنا مكاتب موظفين، وهذه آثار الدماء على الجدران. طبعا الانفجار كان هائلا، يبدو أن زنة العبوة الناسفة أو السيارة المفخخة زادت عن طن كامل من المتفجرات، والبعض هنا توقع أكثر حسب التقديرات. هم يريدون دمار هذا البلد، لا وجهة لهم إلا تخريب هذا البلد لتحقيق أهداف أسيادهم، من أصحاب شيوخ الخليج حتى تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الحاقدون على هذا الوطن، الحاقدون على هذا البلد، هم الآن لا يستطيعون إلا أن يدمروا بطريقة التفخيخ والتفجير، يدمروا أي مؤسسات علمية ثقافية اقتصادية. هذا هدفهم يا أخي. والله العظيم أي عقل، أي فكر هذا، أي فكر هذا اللي فجر مركز محاضرات عم ناخذ فيها؟ كل ما بنطلع من المدرسه كنا نيجي لهون ناخذ فيها محاضرات. اي عقل هذا؟ اي فكر؟ هون موجودين عالم مدنيين، يعني شو ذنب هالمدنيين اللي تضرروا هون؟ وفي اطفال، شوفت عينكم، يعني في دم بالارض وفي اطفال، والموظفات نص النساء، يعني نص الموظفات نساء، والمدرسه تضررت وانضربت وشوفت عينك. هاي يعني لا بالمركز الثقافي لا في لا بارودي ولا دبابه ولا طياره ولا اي سلاح. يعني هن قصدهم يستهدفوا المدرسه والمركز الثقافي، بس نحن رح نعيد اعمار المركز الثقافي والمدرسه ورح نضل طلاب علم، لان هن قصدهم يستهدفوا طلاب العلم. اهالي ناحيه الصبوره من خلال وقوفهم على انقاض المركز الثقافي في بلدتهم ومن خلالنا ارادوا ايصال رساله واضحه، ان ما تهدم بيد الاجرام الارعن يمكن اعاده بنائه. رئيف احمد من ناحيه الصبوره بريف حماه، التلفزيون العربي السوري. بالروح بالدم.